وعدك ها وعدك ها زهرة، وعدك هتولي ضحكة في الحومة وشادين بك الناب. أندرا خالتي نايمة، قولي لنا الله يسهل عليك شنو كاين، راه ما غايسكت لها القلب دابا حتى هي، الله يرحم باك. تشوف القدام اللي يسوى واللي ما يسواش. أماني كنت كنقول هي المثبتة وهي المرزنة في خواتاتها، رمدت لي وجهي في الغيس. أمي دابا ما عارفين والو، الله يسهل عليك، ما تبقاش تسبق الأمور. أتكون مشات غير شي صاحبتها، فين غتمشي؟ واش هي بنيتي جمعت حوايجها ووراقها وفراشها وتقولي لي مشات عند وحدة في صحاباتها؟ أنظرة مازال قواش ماما نتكا، الله يسهل عليك، راه لي الكل ما شتيش الناس نتكا، عافاك دير لي خاطري. أنا بغيت نتكا ماما، يا ربي دا اللي وفتك وهزني قبل ما نوصل لهاد الشوهاد. تي ما قالت لك والو؟ ما قالتش لي أختي، أمو الفيلات عطلت كتبت ميساج، هاد المرة ما قالت لي والو. سير خدي هاد الدواء تكالمي شي شويه ورخي فيك النفس، راه العصب ما عنده باش ينفعك. قولي لي اختي نايمة فين غادي تكون مشات بنتي؟ انت كتشوفي ليلة كاملة وحنا كنقلبوا عليها، ما خلينا دروبة، ما خلينا زناقي، ما خلينا كوميساريات، مشينا لكاع السبيطارات، هالصباح صبح ومازال ما لقيناهاش، فين غتكون مشات؟ ما عندها فين تمشي، غتبقى تدور تدور من بعد ترجع للدار. وانا براسي فاش كنت ديبخي ما عقلتي، انت كنت كنبقى ندور في الزناقي والدروبة في الاخر كنرجع. لا قلبي ما مهنينيش، بنتي ما عمرها فاتت 9 ديال الليل، ما تباتش ليله كامله ما تجيش للدار، طاري عليها شي حاجه. صافي اختي عافاك، شربي هاد الدواء بعدا ويحمى الله. صافي هي راه عيطات؟ لا لا، داير واحد صاحبتي عيطاني وتبقى شادني بالهضره ما نسيتش ليها. نعم صاحبتك تعيط لك على النبوري، قولي لي واش هي اللي عيطت؟ لا والله ما هي، صافي واحد صاحبتي عيطت لي بالليل وقلت لها على المشكل شي شويه وبقات مشوشه عليا داكشي باش صافي. دابا شنو نمشيو للدار باش نخلي من بعدها؟ لو بغيتي تمشي اختي انت سيري، انا غادي نمشي قدام باب المدرسه ديال بنتي غادي نجلس، غادي تبان لي بنتي غادي تبان. الله يهديك عايشه فين غنمشي؟ غنمشي معاك صافي، يلا نمشيو نتسنى وحده باب المدرسه. علاش جاني ميساج؟ هي هي شو قالت لك؟ عيشة ما تخلعيني شخصي، عاد نشوف، عطيني نشوف. أندرا الله لقيتوها؟ شي وحدة تجاوبنا؟ قولي معني ما نخبي عليكم، أماني صيفطات لنا ميساج وقالت لنا بلي تزوجات مهدي. النهار طلع كيفاش تزوجات مهدي؟ حتى راه دات ورقة كاملين، هي كاع دات ورقها، راه خصها شهر باش تجمعهم هي وداك خينا، كي داروا تزوجوا؟ حتى حنا ما فهمنا والو. لا ترى بلا خشيه دماغي، أنا تنقول لكم راه شي حاجة واقعة لختي، لا ترى ما فهمتوش. أنا غنقول لك اش واقعة لختك، قلتي هادي حملت وتزوجت معاه باش تسرح على فضيحتها. ما نظنش ميما، واماني ما كتخبي علينا حتى شي حاجه، انا وريمكم كان شي حاجه كون قالتها. ويلي ويلي اش كيتسناك زهره من دريك تخاليد، هو كون كان حاضرنا على بناتو كان وصلنا لهذا الشيء. يا ربي تاخذ في علاقه. تكون صافي امي عافاك، دعي الشيطان ودخلي تنعسي. حنا بنتي غنبقاو حاطين يد على يد وجالسين في الدار؟ ودي نمشيو عندها للخدمه نتسناوها في الباب تتبان، انتي بقاي اللور، انا اللي غنتفرجك فيها. ما هنا فين نمشيو امي؟ دابا صيفطات ليا ميساج دابا قالت لك مشات هي وراجلها لمراكش باش يدوزو شهر العسل. ايه لحقات دوز شهر العسل. البنت كان خصها غير اللي يطلق لها شويه يخرج منها العجب. شابها باها اللي ما يذكر ما يتسمى، وارتا منه الغدر. الا شتي وسط الرجال ما تختاري غير هو، ولينا غير تمكن منه وبين ليه الامان ويعرلنا على نيابه وبين الشر والسم اللي كان مكمد عليه. عيطي ليه، عيطي عليه، تقاسم معاك هم بناتك، واش انتي والده وبعدك عايشه
راه بناتو حتى هو. كيفاش نعيط ليهم؟ واش نقول لي السيد عايش الحياه مع مرتو وكان عنده الكبده كون بقى حداهم، ما يخليهمش ليا ويزي. يا ربي الا كانت من عندك مرحبا بها، ولا كانت من عند العبد غدا يوم القيامه نتحاسبوا حنا وياه. امي مش حاسه بيا، كانت شوى منتي من الداخل. راني نرجع على اللي في قلبي، بلفت ما بقيتش عرفت اش ندير واش نسخط عليها ولا نقول يدك منك واخا تكون مجدامة. قولي لي اش ندير. انا وياك بنيتي كانت شابو، حنا بزوجات بقاو عندنا غير زوج بنات، كل وحده فينا دفنات بنت بالحياه. هاد اليد اللي مجدامة قطعيها وتهني، تكون عاد فنتها وارتاحيت وقلت عطاها لي سيدي ربي وخداها. ما ظنيتش نقدر يخرج ليا من كلشي، هضرتني ما عرفتش اش درت تحت الله، عذبني سيدي ربي في الجامع. بكي يا بنيتي بكي، انتي كتبكيهم دموع وانا قلبي كيكركبهم دم. بكي ماما، قولي لي كي درتي؟ تنتي خديجة هضراتك بقيتي واقفة، علمينا وانت راني كانت شو بغيت ندير بحالك عافاك. ملي كتعرفي عندك العديان اللي كيتسنوا غير طيح باش يتشفوا فيك ضد فيهم، كتبقي واقفه بحال النخله وجدورك ثابتين في الارض ما تطيحيش. ماما حبيبه. يا حبيبه. ماما حبيبه كيف بقيتي؟ الحمد لله شويه. سيري بنتي انا غادي نجي، سالي مع امي بولشي. لا ما نسالي، ما مشي فيا، انا خليني غير معاك، انا ما نقدرش نخليك هكا. ريم راني غير ضارني راسي شويه، خليني مع امي مع سالي ونمشي يا بنتي. سيري يلا بيتك. حبيبة كيف جاتك الطاقة؟ هادشي راه كله ديالك، صيفطت ماما لمراكش باش تبقى نوكتي طاطيت. مالك؟ مالك يا حبيبة؟ علاش ما عجبكش الحال؟ ياك ما نعيط لماما تجي معانا ولا شي حاجة؟ ها؟ ياك ما عجبتكش الطاقة؟ كاينة واحد الكوليسة زوينة في السطح، الفراشات والحياة والطيور والسما، نطلعو؟ اش بان لك؟ لا ما غادي يمشي داكشي. ما عجبنيش الحال كيفاش خرجت من الدار، ماما غتكون مقلقة عليا. علاش غضبانة عليك؟ ياك أهم حاجة هو المهدي يكون معاك، وأنا معاك وفي الحلال، شكون بحالك؟ أه مهدي ولكن ماشي هكا كتباغي نتزوج، وأنت اسمعي حتى صغري تفوتني بحال البنات. يا لا، واخا ما كنعرفش نسخنش، هادي على فونس، عرفتي إني ندخل شوية الفلوس، غندوز أنا وياك أحسن شهر عسل في العالم، غنمشيو السعيدية. وغنبقاو بجوج وغنشطي ليا مع راسك صافي. مهدي وعدني غتبقى معايا حسن تصالح مع ماما وميمو. تصالحي معاهم وهما اللي خصهم يتصالحوا معاك، عرفتي كون خلاونا نتزوجو شحال هادي كونتنا شي بيبي دابا سميتو عيان نعيمان شي حاجه بحال هكا صافي، ومبقيتش مقلقه. حبيبه بغيتك تعطيني واحد الصنديقه، هاكي عارفة التلاجة خاوية و بغيت باش نعمرها. هاتي معايا يا حبيبة، وهادي خاصك تجي خير، أنا نعيشك أميرة. يكون خير إن شاء الله. مهدي بغيت ندوش نحيد العيا وبغيت نستلف حوايجي في البلاكار. أها هادوش دخلي دوشي، عاود بوطي عقيبة تسالا تشكيها واش غادي نشوفو، ما شاش ليك كاع علاش هاد الما سخون، دير الما بارد تقص على اللحم والحويجات تتفرجيهم في العطل. ما كاينش بلاكار؟ كاين بلاكار حبيبه، ولكن ديري انا وماما راكي عارفه ما يكفيناش كاملين. واخا الدوش فيه كلشي ياك، جيل دوش شامبوان، حيت لا تروس ديالي نسيتها ما عنديش. الدوش فيه واحد الساشيه ديال الشامبوان غادي بيها، طارق عليك من البرودوي شي ميكس انتي غادي يقضي صافي. هاكي عافاك كتصبري معاك الفويضه يلا.
محولة بنيت. غادي نمشي لمراكش نقلب على بنتي أمي. ولكن لقيتها حتى هنا مراكش غديري فيه بوق وتبرحي أماني أماني. غندير أي حاجة المهم نشوف بنتي. الساعة ولات كدوز عليا بعام أمي. الله يهديك أمي. أمي عينك على البنات. يا ربي دير شي تاويل ديال الخير يا ربي. صور ديال الطوموبيل تقيني مطلوب. اجي ماما 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 اش كاين فين غادا؟ انا نقلب على لالا اماني الا ما شففت بها مراكش حاجه حتى في الديره ما ولدت فيا زهره غنخنق. ماما اش كاين؟ تلخيني راه تبعاني الطريق. اماني ما كايناش في مراكش. قالت لكم هكاك باش ما تقلبوش عليها وصافي. وفين كاينه؟ ها دوالي في كاينه؟ كاينة مع مهدي في الدار. شكون اللي قال لك انت هادشي؟ هي اللي قالتها لي صفطت لي ميساج دابا قالت لي هادشي. انا راه بغيت نقولها لك غير خصك تقلقي عليا وصافي والله ما نخبيها عليك بالله. كملي لي قولي لي شنو قالت لك اخر؟ عاودي لي اصلو وصلو فين ساكن؟ دوي انت عرفت هادي خمس سنين ما كانوا تيقراو ياك وهي نجحت وبقى تيسقط. هادشي عرفنا هو ما خدامش. انا نقول لك ما خدامش بسكسف وباردين وعيت ما نهضر معاها تنقول لها اخي اماني بعد منك خينا بعد منك خينا وهي لاصقه فيهم انت تعرفي بنتك انا عيت ما نهضر ما تسمعش الا هضرتي. وزيدي كملي لي شنو اخر؟ خويا مازال مزيويده اش مخبيه مازال على خواتاتك؟ ساره مالها؟ مالها؟ ما تعرفش حد مخبيه عليك؟ لا لا والله ما تعرف شي واحد والله كنت عاد نقولها لك انا نخبي عليك. ياك على بواط نوار داريني ضحكه بيناتكم كتلعبوا بيا الكره ياك على خير يا بنتي ولاو يضحكوا عليا. لا تنسالي منا وندوز لكم وحده وحده اجي لهنا. فين ساكن مهدي؟ ها؟ فين شوفتي؟ تضريني دوي صافي غير انت تعصبي علاش؟ علاش تعصبي؟ صافي غنقول لك كل شيء ياك عاودت لك يلاه دوي صافي دابا نقول لك فين ساكن صافي. كوكو محسن صح هي قصي بداك التليفون اش تلقي داك التليفون؟ اخر مره تقيسي تليفوني ولا تقيسيني؟ واش حيت صافنا اونصومبل ديك النهار تسرع عليا؟ اسمح لي يا محسن ما قصدتش ملي قلت زعما حنايا صحاب وصحاب عادي كيضحكوا مع بعضياتهم هكا. حنا صحاب؟ حنا دي كوليك تخلي على راسك صحابي وما تيقربوش ليا التليفون. جو ميكسكوز بسهلة. الو صافا؟ صافا مالك في يدك؟ والو تبنتي ليا شاده في يديك ياك لاباس؟ ما قلت لك والو. المهم حنا باغيين نديرو اون سيونس ريفيزيون على وديت ليكزامان اللي عندنا بعد غدا غيكون سونيا ومحسن تبغي تجي معنا؟ ليما لا؟ معقد هاد البنت ومحسن غيزيد يعقدها كيقمع فيها اشاك فو مسكينه وهي كتلصق لا بوغ. صراحه تا هو ما كيتعاملش معاها مزيان بيني وبينك كتبقى فيا هاد البنت. وينو لا لا حنينه البنات حنينه البنات انت وليتي شامبيون دو موند في الطنز. الواليد الله يعطيك الصحه هذاك الشيء كان بنين بزاف تبارك الله عليك. بصحتكم ما ولدي يعطيك الصحه. الواليد اللي صوب كلشي شلاطه طاجين زالو كيصرعوا تبغي تبارك الله عليك عمي والله الا غير من الريحه كنبين داك الشيء زوين اما منين ضقت يا سلام تعلمي طيب فيك شفيه بيني وبينك طيب اسم الوالده عاودتي ليها كلشي حقاتاتي فين فين هي ماكلات معنا ما شربات قهوه ما كايناش شنو حنا ما عمرناش داك العين حاشا والله الا بغيت غير نسول فيها اسمح لي ما كايناش كنتجمع غير العشاء غير بعض المرات شربي القهوه ديالك واخا عطاك الصحه اليوم براتينا عمي والله الا براتينا بصحتك يا بنتي اش هادشي الوالي هاد الصور ديال لابارتون دابا الدار راه كاينه ما عندكم علاش عطلوا الزواج ديالكم عرفت علاش كتشوف فيها فايت قلت لك ما تجربش ياك ولكن راه ملي شرحتي ليا باللي هاد بنت الناس هي اللي اختارها قلبك وهي اللي كتفرحك قلت لك عرض عليها اليوم باش ترجعوا لبعضياتكم وتكملوا يا بصراحة الوالد أنا وري ما كناش بغينا نزربو بغينا ناخذ وقتنا كاين ولدي علاش تزرب النهار اللي كيفوتش من عمركم ما غيتعوضش ما ديرش بحالي يا ولدي ضيعت شبابي ومستقبلي على
الناس ما كيستاهلوش. المهم انا ما نفرض عليكم والو، ولكن والله ما كرهت العرس ديالكم يكون شهر الجاي. اش بان لك هذا؟ واللي بغيتي عمي والله ما عرفت ما نقول. بوكو با اش بان لك انت؟ انا ما كرهتش من الغدا. ايوا كاين شهر الجاي مزيانه، وانا عارض عليك الوالد نجيب معاك اللي بغيتي. اسيدي بارك الله فيك. واخا ريم باقي عندك تصاور هذه الشوتين، بغيت شي وحده فيهم تكون زوينه. اه باقيين عندي نسبتان. اه ما كرهتش، بغيت نحطها في انستغرام، بغيت العالم كامل يعرف وليتي مراتي. اجي انت شنو قلتي لذاك النهار؟ قداش انت تحبسها البكيه؟ ما قلت لها والو، مريضه هذيك بقيت خاطر نمشي على راحتي في هذا العفن. حتى انا ما كتصرتش ليا، غدير فيها راسها اجتماعيه وهي هي كتلصق، باغا تولي صاحبتنا بزز. صات انا كتجيني تيتيزا بلاصتك والله ما نزقلها. تيتيزا محسن راه كتعرف الدوق ديال طه، راه عنده شي جينات ورثهم شي جدو وبلدي. وخصك تشوفي جدك كي دايره بالزين، عاد ديك الساعه هضري على الدوق ديال جدي. انتي الشونتيون قدامك خويا، الا كانت عاجبك داك المعيقده سير عندها وخلي عليك محسن ترانكيل. انا صراحه ما كتعجبنيش، ماشي السيل ديالي. شكون كتعجب محسن؟ هو كيقمع فيها باش تزيد تبغيه. اش كتخربق؟ بقاش تفكر وما تبقاش دوي وما تبقى دير والو نتا. بلا ما ندخلوا في لي ديتاي كنقول لكم ختنا ما عنديش معاه، هي ما عنديش معاه. صات سمح لي، ولكن راه حنا محتاجينها في ليكزام ديال الاناتومي، راه هي الوحيده اللي كتفهم ديك البروف، راه الا ما خدمتش معنا راه هزنا الماء. انا ما محتاج حتى واحد دابا، انا محتاج ندور في لافاك على راحتي. صات فراس راه تفيدك في واحد البلان. فاش كاش كتنفع هذيك؟ فاش شفت معاه ستون ياك غادي دير الغيره ديك البنت اللي كتهضر معاها ديك البلان ميستيريوز اللي ما بغيتيش تقول لنا شكون هي. هذا بلان ناضي، انت دابا قشق معايا تقول لي ما كتفكرش وداك الشيء، قشق معايا الموهبه ديالو ناضي. تقولوش لي الدراري حتى نتوما فيكم هاد البلانات. لا محسن لا. اش كتعرف؟ اش كتعرف؟ تفرجي واسكتي. نابورت كوا، واش ريم باقا ما لقاتش الخدمه حتى لدابا؟ متاكده؟ انا متاكده حيت خسرت لا ليماج مع كلشي، دونك سي سور ما خدامش. انا في الصراحه بغيتك تخسري لها ليماج مع علي ولدي، عرفتي؟ ما خليت ما درت ما كيشوف البنات غير هي. واش شتي لاباج انستغرام ديالها؟ وداكشي اللي بقى ليا على مالي محشى فيها مثلا. ايوا عاد حطت صورتها معاه. شوفي هو وشوفي هي، ولدي تبارك الله عليه وهي كومبليتمون بلديه. بوف تبقاي توريني هادشي راه هادشي كيعصبني. عرفتي الشيطان داك يلعب في راسي؟ ما يمكنش علي زربان على هاد الزواج بزاف، وقيله كاينه شي مشكله. كيفاش؟ تقدر تكون حمله منه مثلا؟ لا لا جو بونس با، علي بعقلو كيعرف اش كيدير ياك. وعرفتي شنو؟ علاش ما تعاوديش تبارطاجي ديك تصاورك مع علي باش غتشوفهم وتفقص؟ بغيتها تفقص وتطعن باش تدوزها عليه كحله زحله باش يعرف بان ماشي هي ديك البنت اللي غير ارتاح معاها. طاتي فنان نقولك شي حاجه، ما تقلقيش مني، انا دابا مديها في ماكارير وفي خدمتي، وبديت كنتقبل علاقه ريم مع علي. انت خصك تقبلي بها. اخر مره سمعت تقولي هاد الهضره فهمتي؟ واش ما شايفاش لا ديفيرونس بيناتهم؟ ولدي ولد الناس، مربي مثقف وغزل كيحمق، وغياب مقطعة بنت الزنقة مسخة. صافي تعطي كانوتو. عرفتي شنو علي بالنسبة ليا؟ علي بالنسبة ليا كلشي. في اخبارك علي هو داك الخيط الرفيع اللي بقى بيني وبين داود. انا عارفة راجلي راه مستح مني غير على ودو. النهار اللي غنضيع علي غنضيع حتى راجلي. صافي تاتي كلمته، صافري ولا شوفي عن بسيكولوك راه يقدر يعاونك. سيكولوك مالي انا حلقه ولا نيت؟ انا حلقه حيت جايه كنهضر معاك كنخوي عليك قلبي. لك زدق اماني واماني. نعم. وفين هو الغداده؟ دو بيرسون وحلتي فيهم؟ انا كنقلب على التبصيل الكبير باش نحط لك تغدى، صبر شويه. ايوا شتي كون كنتي كتبغي تجي معايا للدار كونك حافظه الدار، زنقه زنقه بيت بيت.
هذا اللي كيدق عنده الطاقه. خالتي مرحبا. انا غريد انا. طلع نبيع على شهر العسل في مراكش ونهارك مدوزها في الكوزينه. لا خالتي ماشي داخله في الكوزينه. نشرح لك اماني غام ما كنهضرش معاك ما كنعرفك لا شكون انت ولا ولد من انت. جاي نقول لك كلمات لهاد خيتي وغنمشي في حالي. واسمعي عائشه، هذه اللي كتقول عليها خيتي راه مراتي بالشرع وبالقانون وانا غنوريك. هالكوبي ديال العقد وبالطبع خدري فيه وين فيك. هاد الورقه بلا طابع الوالدين عندها ما كتسوى. خرج خليني نهضر معاه. نو خرج خليني نهضر معاه ولا نسي معايا تحت خصني نقول بشي كلمات. مهدي سير خليني نهضر مع ماما. على وجهك امين، على وجهك. صافي بعتي راسك وبعتينا بالرخا. الحوله ديال العيد الكبير اللي تما مدخلين والدار كيدخلوه بالزغاريت والدراري الصغار فرحانين به وانت جايبك مسكات بحال محوزك على الشتا. عرفتي هادشي اش فيه؟ عرفتي هاد البلديه اش فيها؟ اجي نوريك. جلسي هذا الولد هازك شتيه؟ هاز بنتي، بنتي اللي وجدت ليها باش نشوفك فرحانه بحال كاع الموت ونشوفك معرسه. هذا ديال ضريب الصداق، هذا ديال الحنه، ها ديال عرسك، هاك هي المدلوله، خذ يا الرخيصه. يجي النهار ونشوفك جفاف في دارو حيت ما عطيتيش لراسك القيمه. عمرو ما غادي يعطيها لك. ماما انا شنو درت؟ واش انا غلطت حيت تزوجت؟ شنو درت؟ اه غلطتي. الزواج بلا بركه الوالدين ماشي زواج. قتلتيني وانا بالحياه. ايوا انا بنيتي اليوم الله يرحمك دفنتك في هاد الدار اللي هي قبرك. هربتي مني ليها تلوحني رجلي من هنا ونقول الله يرحمها الله يغفر ليها. انا مزوقه فيك يا ماما. الله يرحم لك الوالدين. انا هميني بنتك ما درتو حتى حاجه. الله يرحم لك الوالدين. كملي بنتي الله يرحمها. شوفي فيا. لا اما لي بنتي الله يرحمها. بغيت لك العز ما تدركي فيه. ماما الله يرحم لك الوالدين. ماما 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 شحال صعيب لا قدر يجيب سمحي لينا عافاك. قولي وانا سلمتك الزيني درتي عقلك كويا بنيتي. ما عندوش هما مزيانين يدوز يا بنيتي راه محضر روحك تطلع وتهبط. كاينه المراره منين يدوز غا قولي قولي ريم. وفين وصلتي مع خاطرين؟ راني توحشت الفرحه شحال هادي ما دخلت لينا للدار كنتسناوك غانتي. انا بعدا عندي لكم واحد الخويره كتفرح اللي هي سي شفتوني عطى لريم وعلي ابارتمون كادو
هو اللي غادي يتكلف لهم بالعرس من الاول حتى الاخر. الله وحده في بناتي قدات الطايله. جات يا امي بلاتي تي خالتي العيمه قدرتي عرفتي هاد الخبر؟ انا رضاتي كاش ياك بنيتي. كولي. نعستي عسل ما كرسي شقيقه باش كيتي على القتلان خديتي شي دواء غادي جوج فانيتات قداو ليا حتى شي حاجه ما يكون بس شوفي بس عايشه بغيت نهضر معاك فواحد الحاجه هيك لاباس ثاني لا والو غير قررت نخرج من الدار شنو هي زعما تخرجي من الدار كنت زمان كريش ابارتمون راسي نسكن فيه بوحدي منها نركز على خدمتي وعلى راسي ونبني حياة جديدة ياك أنا نايمة انتي اللي قلت غتوقفي في كتافي باغا تخليني وتمشي ويلا اختي شمن غنخبي بيك مالي غنمشي للخارج أنا غنسكني حداك 10 درهم ديال الطاكسي تلقاني عندك وقت ما احتاجيتي شي قلتيه لأمي مازال قلت زعما نقولها لك انتي الأولى باش يلاه تقنعيها ليا ويلا كتزيدي فيها اختي واش انا ماشي من حقي نعيش حياتي اش شي تكرفس اللي تكرفست مع داك الراجل عيشي حياتك اختي شكون اللي حبسك كلشي ولا كيدير اللي بغا في هاد الدار شي كيشرق شي كيغر كملوا مزيان هكا شتتو الشمل ما الا كتزيدي فيها اختي الناس طفي عليا الضو ريم اسمحي لي يا اختي كل ما كنتش تكون ضيعت راسي بروش انا هذيك تبحلتي حتى انت سمحي لي راك ما كاينش نسي واحد القضيه انا رختك الكبيره لا غوت عليك راه على مصلحتك راه ما ترضاش شي واحد ينعت فيك ولا يهضر فيك سمعتيني راه ما تنحملش راسي شوفي حياتنا كي دايره صاحبتي اليوم كضربنا موجه على غد اللي كتسمكنا واحد اخر اكثر منا ما حتى ما هزينا راسي كان عندك الصح في كاع داكشي اللي قلت بقيت متبعه محسن كنت غنضيع راسي داك راه سميتو مخريب هذاك سميتو شمو حسين بقيتي تقولي لي محسن على زينوك على عيونو ما فهمش علاش تابعه ولاصقاه هو ما باغيكش وانت مازال لاصقاه علاش خاصك مالك عندك كلشي تبارك الله غزاله فنه وغتولي طبيبه انا كنت باغا ندير اي حاجه باش نعجبو قلت غادي نجرب مع كارلوس ندخل معاه في العالم ديالو باش يولي يشوفني كيف ما كيشوف صحابه كارلوس والكذوب كتشوفي ليا في عيني وتقول لي تيقرا معانا كارلوس تيقرا معانا بغيت نعرف سخونة كيفاش درتي عرفتي بلي الحشيش هو كارلوس زين قولي لي وشكون غيكون محسن بيناتنا واخا هكاك والله حتى كيقتل بالضحك تلتل دفايا يا العفريت تلتل دفايا عاد تلقى فكرت فدارتك مزيان ما بقيت غندير حتى شي حاجه باش نعجبو ما بقيت غادي ندير على قبلو حتى شي مجهود ما بغيتش نطيح في نص الغلط اللي طاحت فيه اماني خوني ناري اماني مسكينه خليها على الله ما عاد كي دايره مسكينه مور ديك الهضره اللي قالت ليها ماما بقات بلاصه خديجه مالك حالة بكري؟ والو غير ديت سلمى المدرسة وطار عليا النعاس قلت نجي للخدمة نتلاها شي شوية انت ماك جاي دابا واتاتي صباح الديخ ضربت النص في الطريق عاد فكرت الوراق راه خليتهم هنا انت كتباني لي حالة من غير عوايدك بكري انت ماك شادة بجنبك اوف على حرق صباح فيا ما نعاودش لك اسكت راني مخلوعة ومناش غتخلعي ما نعرف خايفه من السخط ديال ما يخرج فيا ولا شي حاجه يجيني شي كونسير ولا شي حجب الله يحفظ عاوتاني هاد الهضره ديال السخط والهبيله كون كان السخط كيمرض وكان راه السبيطارات غيطردقوا بالمساخط لعبد المولى انا اللي حاسه بهادشي ما عمرو جاني شوفي راه داك الحيط اللي كتنعسي فيه اللي حداه الشرجم هو اللي دار لك هاد الحاله هادي راه على البروده اوف
الحريق عبد المولى. وصافي. لا لا خصني نمشي نشوف الطبيب. وصافي صافي لا تزيديش فيه. شويه ديال الزويته بلديه دهنيها الصباح راه غتصبحي اون فور. تاش من زيت بلديه ولا عسل؟ راه خاصني نمشي نشوف الطبيب عاد باش نرتاح. شتي انا كيبان ليا كون درتي الحجاب كاع ما توصلي لهاد الحاله. الله سبحانه وتعالى كيبان ليا كيتفكرك باش انت تفكري. تا غدور الدور وتجبد ليا الحجاب، هادي ماشي الدقه ديال الحجاب. هادو الدعاوي ديال امك يخرجوا فيا دابا. وعلاش غيخرجوا فيك الدعاوي ديال امك؟ مالك ديتي ليهم ديالهم؟ نصبتي عليهم؟ الدعاوي ديال امك راه خرجوا فيك عائشه. اللي بناتها خرجوا حاشيه، ها وحده تزوجت وهربات والاخرى كاع النهار وهي طوطح في الطوموبيلات. عم الله بعيشه الصغبيه مسكينه، شي نهار تجيني خبرها الله يحفظ. بناتها خرجوا ليها حاشيه. ولا لا كلها يلقى فعلو. داك الفلوس اللي كانت كدور وتاكل فيهم وتاكل لكم في رزقكم، ها هما خرجوا ليها في بناتها. عبد المولى انت زعما ما تتعياش؟ علاش غنعيا؟ مازال كتبقى فيك، مازال كتحني فيها. نسيتي ما دوزت علينا. بركه كتفطح هي وبناتها في الفلوس وحنا جالسين كنعيشوا في القاهره وتمارا. كما كان الحاله اللي كتبقى اختي ما كنبغيش نتشفى فيها انايا. لا لا انا ما كنتشفى في حد، انا عا كنخوي في قلبي. في التيسه انا حدايا ما تبقى تجبد لي لا امي لا اختي. لا 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 انت فين غاده؟ غاده للطبيب، راه قلتها لك بقى هنايا انت كتقرب بوحديتك. نبقى هنا نقر؟ واش انا مسالي؟ حتى انا راه غادي نمشي نخدم. هاد الصالون شكون غيسدو؟ راه هو الساروت فينا هو، سدو ولا حلو ولا عود راسك. صداعات. On va commencer le cours par la suite de notre cours d'hier, mais tout d'abord, on va faire un petit rappel. Bonjour. Bonjour. Je m'en attends. Carlos. Quand t'as qu'un chocolat. Je m'en attends à ce que le chocolat. T'as l'air de m'en attendre à ce que je t'en attends. وا سيدي ميرسي بوكو، ولكن راه مابقيتش كناكل شوكولا، جو دو ايفيتي لا سكريري. ديت ريجيم. ريجيم؟ علاش ريجيم؟ انتي زوينه بحال هكا، نقصي والو. ماشي واش تشونجي دو كومبورتمون كيما ولا عجب لي الله؟ اي فو دو معانا ولا تخرجوا؟ غير يلاه نكملوا هضرتنا برا. ويلي في الكوغ. سيونس دو مير نعلمها لك. هلا بنتي مرحبا. شكرا حبيبه الله يعطيك الصحه. مي لاباس عليك؟ مي مي انا مزوجه راه ما جاوبيني، ما تكونيش اكثر من هكا يا مي. انا خديجه بنتك. مي انا ما عندي حتى بنت بهاد السميه، عندي نعيمة وعيشة، الثالثة دفنتها ودفنت معها حقها في الكبدة. مي ما نساهاش منكم هاد القصوحية كاملة أموي. أنا ما درت شي حاجة خايبة، أنا غير طلبت حقي في الورد اللي حلو لي سيدي ربي أموي. عافاك إلا ما هي سمعي لي، أنا مزوقة فيك أموي. أنا ما كنعرفكش، برا أعطيني التيسع، برا ما نشوفش خليقتك أنا. العارو نحلي بلي رضعت من عندك امي، راه ما عندي حتى شي واحد من غيركم امي. العارو امي راني بوحدي يا امي، راه ما عندي حتى شي واحد من غيركم. راني كنت خاويا امي، راه مقطع ليا جناح، ما بقيتش كنعس امي. العارو اللي مسمحي ليا ورضي ليا امي. قلت لك عطيني اتساع، عطيني اتساع، ما تبقيش توريني كملتك هنايا. فلوس وديتيهم ياك، حقك في الورد وديتيه. سيري شري بيه ام، سيري شري بيه رضا، سيري شري بيه فاميلا، داهم في السوق. وانا كفنتك بالسخط وردمتك. لا امي لا عافاك، انا مزوقه فيك امي، انا مزوقه فيك. لا اسمحي لي امي، اسمحي لي. صار في راسك تلي ما جيتش كنفكر فيك بزاف. متاكد فيا انا؟ سورتو من مور الفوياج درنا اونسومبل، من تما وانا اخر مره درتي فيا دوره خايبه، بقى فيا الحال بزاف. ديك الساعه كنطلع عليا الدم مع لي زيكزام، كانوا قراه وستريس. صافي انا دابا نقول لك سمحي لي. صافي زالك هيا. المهم ما عجبكش الحال براحتك. شنو تبدل من ورا الفواياج يا محسن؟
بزاف الحوايج وليت كتبان لي ديفيرونت على الناس. ديفيرونت من الناحيه الزوينه ولا الخايبه؟ الناحيه الزوينه باينه صراحه. انت من ديما كتجيني ديفيرونت. ما انا عارف راسي ديفيرونت. الناحيه الزوينه ولا الخايبه؟ الناحيه الزوينه بيان سور. شنو اللي جاك زوين؟ ما عرفتش كتجيني من ديما كاريزماتيك واخا كتكون قاصح معايا بعض المرات. وكنت هذيك القصحيه ديالك كتجيني في واحد الرجوله بشكل هي ماشي قاصح ولكن كنتعامل معك بحال هكاك باش ما تقوليش هذا راه البنت اللي جات كيدخل في حياتها ولا ملي كيدخلوا في حياتي ولا شي خاطر كتجيني الحاجه صعيبه شحال ما ضربنا على سما راه كنحس بحلاوتها اكثر. نشوف يديك بقيت ديري ليهم لو فيرني روج غادي يجيو احسن. خص كنديرو مره مره ولكن دابا ملي عجبك صراحه هما زوينين بلا فيرني. خصنا نعاودو شي فواياج براسك. ما كدبش عليك انا برزطاني راه ناطوني صراحه. ماشي مشكل صافي عول عليا فيها. صافي نعلم سوني وطا. ولكن انا نعول عليك في شي حاجه. حنا بدينا في الاستغلال. حنا بدينا في الاستغلال. عافاك عافاك. سويت؟ سوقان. نعلمك تسوقي ولكن ديك شي بلاصه بوحدك تكون. يلا. حصلتك تصفر لها شي فلوس وشريت لها هادشي اللي فهمت اخويا. اختي عيشه انا ما نسوك فيك الا ما سمعي لي اختي عيشه. سمعي لي اختي عيشه انا متوقفه فيك وقولي لامي تسمعي لي اختي عيشه انا راه حامله ما بغيتش تخرج لي بولدي ولا بنتي. عافاك الا ما جاوبوا فيا بعين الرحمه اختي عيشه انا متوقفه فيك. حنا كعطيني اتفاه تولدي ما يخلعك خلي هذاك الكراده تاع راسك اللي فرقت غيبي عليا عطيني اتفاه راه فوين على سلعه تعطيني التيشه حالك سرك. يلا سيادنا انا عارض عليكم لان سخن بيتي لها. يلا فوين على قنس قنس منه امي طلعي ترتاح انا غادي نكمل. ارتاحيت وردي يلي عيب شويه عليك تفوتيش 40 وخليك على الليل. ما كاش كيحسب لي السوق نسال بحال هكا وسيري بشويه راه تقلبينا هو ما سالش غير الطوموبيل اوتوماتيك داكشي علاش جاك ساهل. اما كون كانت مانيوال راسك سالت لك قبيله السوق بلا بيرمي راه يسكت لي القدره في الحبس. عارف بحال غادا ندخلك في شي حيط صافي طريق خاويه وانا اصلا غادا شاده اليمين. واخا وديري يدك بجوج في الفولون وشوفي المرايات شويه عارفي شنو واقع اللون انت كتشوفيها هانيشان. شوف ما تخاف لا عليا لا على طوموبيلتي خاف على شي شجره ولا شي كلب مسكين اللي داز من قدامي. انا بنتي هي عندك مع الاناطومي وحبست دابا الا دخلنا في الشجره الطوموبيل ما يطرى لها والو. انا بنتك على اختيارك عبد ليش كتخلعيني ماري شحال فيك واخا يلا وريني كيفاش توقفي. يلا رجليك على الفران ديما قدام شويه يلا وقفي هنا ديري بي علم صافي يا محسن. الو الصبريت ديالك عاوتاني. الو ما لقيتي غير ديك لا جامين ديال السهره باش دير لي غير زحمه كنسمع والو ما كنسمع والو. ما بغيتش نبين لا ولا سوا ديما وانت راك عارف الو باباك راه الدويان ديال لافاك. الو غادي يجري ليا. الو ما ساكت وما كنسمع والو كتسمعني محسن. الو واش انت معايا كتسمعني؟ ماشي من التليفون سمعت عندك شي حاجه انا لا لا ما تسمع والو. واخا يلا نزلي نزلينا نكمل. خلينا صافي تعلمتي لي مزيان جوج شويه مقامين مازال خاصني نتعلم. مالك مالي والو واش ما تسمع لك والو هنا شحال تسمع والو. واخا يلا سيري ولكن بشويه طريق عامره ما تخافش واخا قامين غن تعلمت. السلام عليكم. انت مالك كدمعي تاني تاني داكشي ديال الصاخ والطوموبيل وديك الهضره اللي ما كتشري خضره وضحكي ضحكي نشتر انا جايب لك خبار غتفرحك. قولي لي يا مبروك دوك الفلوس اللي خدينا عند عائشه ديال حقك في الورث رانا عطيت منهم شي بركه لواحد السيد غيكري لي قهوه وغنولي جيرو
وغيعفو عليا الله من الدوران في زناقي ديك الكافي موبيل. و انت ضحكي زغرتي ديري شي حاجه، راه امك هي اللي خصها تبكي هاد البكا، حياتها كامله وهي مقصره من جهتك، محوزه ديك نعيمه وعايشه وضحكي نشطي زعما رانا كن وبناقص كاع بناقص من الهضره معاك، الواحد يمشي عين عس بيته احسن. الا لما خطبوكم امي صارت في التليفون ما عرفتش شنو وقع ليها. وانتي ديما بنتي كتسبقي الخلعه، صبري شويه دابا تجي دابا تجي. ويلي امي لا تسبق لي الخلعه، واش عمر صارت عطلات حتى لهذا الوقت فين غتكون مشات؟ يمكن دازت مع شي صاحبتها ولا دابا تجي دابا تجي. واش تي بنتي صافي ضحكوك الملائكه؟ حنا عقلنا مخطوف على صارتي تتبسمي مع راسك. عين داوي ما بقى ما يتخبى امي، ما كتبش عليك هذه مدة وانا كنعرف واحد السيد وناوي معايا المعقول وان شاء الله قريب غادي يجي يشوفكم. نتهناو على سارة ديك الساعة نجي عند بوكي ليا فاش خدام واش كيدير. الو هي سيدي هي انا اويلي وليدة اش كديري؟ ايوا غنجمع الطبلة ونغسل هاد المعنات. هي صافي تفنى الدنيا دابا ولا كتستر قد القب ولا كيفاش؟ وهذه السينما اش كدير هنا؟ ها؟ لا واه لا واه ما كاين مشكل بحال بحال. خليك اخالتي انا غنجمع ونغسل المواعي. الله يرضي عليك الله يرضي عليك. عف شوية عليها راه باقا عروسة جديدة. جديدة؟ عاودي الوليدي هذيك ما خليتش فين طبطحت انا وياها، هذه باش تزوجت بها. الله يهديك اش من جديدة. إوا أنا بعدا كتبان ليا ظريفة وبنت الناس، وهي مسكينة سمحات في العائلة ديالها وجات تعيش معاك هنا، وتهلا فيها وكون معاها ظريف. ودي الوليدة نتوما صحاب السكر قديمة، كانت عندكم واحد النيمة مبقاتش دابا، واش هاديك ولقات الخير في عائلتها غتجي تكون معانا هنا؟ ها يلا يديك. إوا أش غنقول لكم الله يتاويكم وصافي. أمين يا ربي. وليدة غسلي يدياتك ونوضي لبيتك تنعسي، عندك تحطي يدك في الماء ولا تجفي ولا دير شي حاجه انا كنقول لك. ايوا وانتوما؟ انا نقدر نخرج وهي تلع في الماء ولا تلع في السداري في الزابيه سوق هذاك، ما باغيش ندى الصغار النهار الاول يموت المش والعياقه ما عندي ما ندير بها انا. لا 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 ولدي لا لا حشومه حشومه هادشي حشومه. هاد البنت هادي واش كتبغيها باش تزوجتيها ولا شي زبله وبغيتي تصلح الغلط ديالك؟ هي انت ما عرفتش اش واك هذا راه المهدي، ما كاينش شي حاجه كدير بالزمن بخاطري ولا الفوق. ايوا كتبغيها وبيني وبينك الوليده كنموت عليها. هادشي غير كتموت عليها ودايره. شوفي هاد النوع ديال البنات اللي عرفوك كتبغيهم كيطيحوا لك فوق الراس، اللهم خليها بيني وبينك. الله يهديكم الله يهديكم الله يتاويكم، هادشي اللي غنقول لك انا. يلا سير سير ترتاحي مع راسك سير. الغلط ماشي ديالي الشاف والغلط ديالهم السلامة ديال كلاسيه بشوية يكسيرات، كنت عارف ما عندهاش بيرمي الله يمن خليها تصوم. تصوم لا بيرمي انت كتشوف انا هيط البابا هو بروف كبير في لافاك ديال الميديسين ولا غادي لك. خلي التليفون ديالك في خليه في جيبك. شوف خليت ماشي في الطوموبيل ديالنا هاد الحشيش تلقى في الطوموبيل ديالها الشاف كان في الساك. واش عرفتي كان في الساك ديالها؟ والله ما كنستعمل هادشي يا الشاف. ملي دارت هادشي هذا شفت كيف باش تقول لها بعدا؟ ديالي شي الشاف والله ديالنا. واش انا باينه فيا تندير هادشي يا الشاف؟ ترعد عليا ما والو ما ترعدش عليا والله ما والله ما كنستعمل هادشي عليا. راه ما كنقرا في لافاك ديال الميديسين راه حنا اللي كنصحوا الناس ملي يقولوا هادشي هذا وراه كنبقى تقول لي يلاه نصدي بها وكا يلاه بلا ما ترعدي عليا يلاه.
عجبتيني عجبني واشدينا سمعنا عجبني عليك مالي انا كي جيتك مراه ومراه ومراه وكامله ومكموله وكل شيء فيا زين لا هو مكموله وكامله ومكموله وكل شيء مين جات لا راه مكموله مين جات مكموله مكموله مراه كامله تيقول لك كلها زين ماشي مخده مكموله وحق ربي لا بحال شي مخده بالله انا ما كنجيب داك الشد الدري سولني طرح عليا سؤال جاوبت على السؤال خاصني نجاوب على السؤال خاصني نقول لها قال لي واش كاين جاوبت على السؤال كتقول لا ما كنقولش اكد اكد واش عقلتي نهار اللي جيتي سكران ودرتي كاكا في سروالك وبا سي محمد هو سي محمد تي نهار اللي درتيها في سروالك وبديتي كتحيدها كدير لها بحال هكا وتدير بغيتي دوزها على راسك تحيدها الكل وتكدوش دوشتي اش تقولي عقلتي اخاتي انا خايفتي واش منين انت عقلتي ملي تدير بحال هكا وكتجبدها وكدير لها بابا